أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. يا رب، ميعادك الذي وعدت به في كتابك، يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون. كلمة قالها قائل قبل دقائق، كلمة قالها قائلون قبل دقائق، من هو الذي قال هذه الكلمة قبل دقائق؟ القائل الذي خاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة هو سيد الأنبياء، القائل هو سيد الأوصياء، القائل هما سيدا شباب أهل الجنة، القائلون هذه الكلمات قبل دقائق هم محمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليه. عند الفجر في يوم الجمعة تنصب منابر من نور، ويجلس عليها هؤلاء
الطيبون الطاهرون الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم، وتفتح أبواب السماء، وعند الزوال يعني قبل دقائق يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المقالة: يا رب، ميعادك الذي وعدت به في كتابك، ويجمع حول الأربعة الطيبين عليهم الصلاة والسلام: الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ويقولون هذه الكلمة بعدما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يسجد النبي ويسجد الوصي ويسجد سيدا شباب أهل الجنة، ويقولون القول الثانية: يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون. هذا الشيء يحدث في كل جمعة، مئات السنوات في كل جمعة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المقالة، ينتظر خروج حفيده، والأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام ينتظرون خروجه. ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله الأنبياء انتظروا هذا اليوم وتطلعوا وتشوفوا إلى هذا اليوم الذي يظهر هذا النور، وهو نور الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأشرقت الأرض بنور ربها. هذا القرآن الكريم يحكي أقوال الأنبياء الذين تطلعوا إلى ذلك اليوم. يحكي القرآن الكريم قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما الذي قصده لوط؟ الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية المباركة يبين أن المقصود من القوة: لو أن لي بكم قوة، المقصود هو حفيده الإمام صاحب الأمر المهدي المنتظر أرواحنا فداه. أو آوي إلى ركن شديد، المقصود 313 من أصحابه عليهم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله يتطلع، لماذا يتطلع؟ أهل البيت يتطلعون، لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بدين عظيم، بدين جديد، ولأول مرة في تاريخ العالم دين الله سبحانه وتعالى كمل في يوم غدير خم: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه لأول مرة دين الله كان ناقصا. على مر القرون كان الدين ناقصا، رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل هذا الدين.
ولكن هذا الدين بقي كاملا غير مطبق بكامله. الدين كامل ولكن لم يطبق كامل الدين. وأساسا هذا لم يكن تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله. تكليف رسول الله بلغ، تكليف رسول الله إنما أنت منذر، تكليف رسول الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. تكليف حفيده شيء آخر، تكليف حفيده تطبيق ليظهره على الدين كله، ليطبق دين رسول الله صلى الله عليه وآله الكامل. هذه القضية العظيمة، القضية المهدوية، نتمكن أن نصنف الناس في التعامل معها إلى أربعة أصناف. الصنف الأول المنكرون عمدا وعنادا أو جهلا. الصنف الثاني المتحيرون. الصنف الثالث المستعجلون. الصنف الرابع المنتظرون. عامة الكفار غير المسلمين تقريبا بأجمعهم هم من الصنف الأول أو الصنف الثاني، إما منكرون أو متحيرون. ولا عجب في ذلك، هؤلاء محرومون من أنوار كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يعرفون. هذا ليس عجيبا، العجيب أن أكثر المسلمين هم من الصنف الأول أو الصنف الثاني. هذا العجيب، مئات الأحاديث الشريفة في مصادر العامة تتحدث عن الإمام أرواح العالمين فداه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مئات الأحاديث الشريفة تبين جوانب من شخصه، جوانب من شخصيته، جوانب من نهضته. الأحاديث الشريفة التي تبين ارتباطه برسول الله نسبا، التي تبين أنه التاسع من ولد الحسين، التي تبين حدود شخصه. الأحاديث الشريفة التي تبين شخصيته. الأحاديث الشريفة التي تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا المعنى مستفيض في مصادر العامة، الحديث المستفيض أقوى من الحديث الصحيح، تعلمون. بعد كل هذه الأحاديث الشريفة التي أوضحت جوانب من هذه القضية الكبيرة، يبقى أكثر المسلمين إما منكرون أو متحيرون. أليس في ذلك العجب؟ يعني هذه الكلمات الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت كافية؟ يبقون في ظلمات دامسة لا يعرفون شيئا ولا يعتقدون بشيء في هذه القضية الكبيرة. مات ميتة جاهلية يعني ماذا؟ اسألوهم. الذي يعاند أو يقفل عقله وفهمه عن فهم كلمات النبي صلى الله عليه وآله، عن اتباع الحق، الله عز وجل لا يهديه، طبيعي.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طبعا الذي يقفل، الذي يعاند، لأن هذه العقيدة عقيدة الفئة الفلانية، عقيدة الطائفة الفلانية من المسلمين، إذن يلزم أن يعاند هذا الرأي، يلزم أن ترفض هذه العقيدة حتى لو كانت قد صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو كان رسول الله قد أكدها في مئات الأحاديث الشريفة. طبعا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الذي لا يؤمن الله يجعل عليه الرجس. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني المنكرون والمعاندون، المنكرون والمتحيرون. الصنف الثالث نعبر عنهم بالمستعجلين. من هم المستعجلون؟ هذا أيضا من عجائب الأمور. بعض المؤمنين، لا أقول أكثر المؤمنين ولله الحمد أكثر المؤمنين ليسوا هكذا، لا أقول نسبة كبيرة من المؤمنين، لا ولله الحمد النسبة الكبرى في المؤمنين ليسوا على هذا المنهج، نسبتهم ليست كبيرة، نسبة ضئيلة، ولكن كعدد يصبحون عددا كبيرا. لو كانوا 1%، 1% من المؤمنين بالملايين، إذا كان عدد المؤمنين 600 مليون، 1% يعني 6 ملايين، حتى لو كانت هذه نسبتهم العدد كبير. البعض أنا أعبر عنهم بالمستعجلين، يميلون مع كل ريح. البعض ليس منكرا وليس متحيرا، ولكن يميل مع هذا الجانب، يميل مع هذه الريح، يسمع نداء باسم الإمام الشريف أرواح العالمين فداه، يميل مع هذا النداء. وكم من نداءات الكاذبة على مر التاريخ من عصور المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كانت هناك نداءات كاذبة واستمرت وستستمر، عشرات من النداءات المكذوبة باسم الإمام، اسمه شريف، اسمه عظيم، طبعا البعض ينادي باسمه الشريف، ولكن النداء نداء كاذب، ولكن النداء نداء كاذب. هذا عجيب جدا. لماذا عجيب جدا؟ لأن الروايات الشريفة تؤكد أن القضية المهدوية قضية جدا واضحة، القضية لا خفاء فيها. عندما الإمام يظهر أرواح العالمين فداه، عندما يظهر الكل يعرف، يعرف الحق، القضية ليست مبهمة. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث يقول: والله لأمرنا أبين من الشمس. في حديث صحيح أنه عندما يظهر الإمام أرواح العالمين فداه، أول من يبايعه جبرائيل، ينزل يجعل قدما على الكعبة الشريفة وقدما على بيت المقدس، وينادي بصوت تسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تسمعه الخلائق، الشيء ليس غامضا،
شيء واضح وضوح الشمس. الإمام يقول أبين من الشمس، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول أضوأ من الشمس، لا تخفى على بر وفاجر. هذا كلام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. القضية ليست خافية، كيف البعض يميل من هنا وهناك؟ عجيب جدا. المنادي كاذب، أنت المؤمن لماذا تميل مع الكاذب؟ قبيح قبيح على المؤمن أنه لا يتمكن أن يفرق بين الكاذبين وبين ذلك الصادق ابن الصادقين، جدا قبيح هذا على المؤمن. يعني هؤلاء يشبهون ذاك؟ دجالون يشبهون ذلك الطاهر الأطهر في هذا العصر؟ يعني المعرفة تكون بهذا المستوى الداني؟ هذا عجيب. طبعا قلت ولله الحمد النسبة ليست كبيرة ولكن العدد كبير. نسمع نداء، نقبل النداء. الدجالون قلة في التاريخ، ويأتي بعضهم بشيء، لا هذه معجزة. الإمام يقول أبين من الشمس، وبعد فترة تكشف. بعيد عنكم هؤلاء الذين ينحرفون بهذه الأصوات، يكشفون أنه كان من الدجل. يعني الإنسان لا يفرق بين الدجل وبين المعجزة؟ هذا المؤمن؟ علينا شيئان: أداء الواجبات من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، من خدمة دين الله، من خدمة أهل البيت، من التضحية في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من توجيه الناس، من المحافظة على الدين أول. الشخص يحافظ على دينه أولا، يحافظ على دين أهله ثانيا، يدعو الناس إلى الدين ثالثا، توجيه الناس إلى هذا الدين، هذه واجباتنا. بالإضافة إلى ذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بتعجيل الفرج أما لا ينحرف، هذا أولا. وثانيا انتظار الفرج، أداء الواجبات التي أرادها مولانا أرواح العالمين فداه منا، والانتظار أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، أحب الأعمال عند الله عز وجل انتظار الفرج. الامتحان هذا ليس امتحانا صعبا، سيكون امتحان صعب. امتحاننا مع الظالمين امتحان صعب، نعم، أما هذا الامتحان ليس من الامتحانات الصعبة، القضية واضحة. أختم كلامي ببعض الأحاديث الشريفة. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث الشريفة كلها من الكافي الشريف، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أبى الله إلا أن يخالف وقت المؤقتين أو المؤقتين، أبى الله إلا أن يخالف وقت المؤقتين الذين يوقتون لظهور الإمام. الله عز وجل أبى إلا أن يخالف توقيتهم. عجيب الحديث، جدا عجيب. تأملوا في هذا الحديث واسمعوا إلى كلمات المؤقتين، تعرفون كم هذا الحديث عجيب. المؤقتون يوقتون كل يوم، كيف الله عز وجل يخالف؟ الله العالم، لا أعلم. في حديث شريف آخر، في حديث صحيح عن الفضل الكاتب، قال: كنت عند
أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فأتاه كتاب أبي مسلم، يدعوه أبو مسلم الخراساني يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لكتابك جواب، أخرج عنا. هذا الذي أرسل إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام قال له: ما عندك جواب، ما جاوبك، اطلع، أخرج عنا. فجعلنا يسار بعضنا بعضا، بدأنا نتكلم بسر، لماذا الإمام أخرجه؟ هذا الآن حاكم، هذا يدعو للرضا من آل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد. أبو مسلم يطالب بدم الإمام السيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لماذا الإمام أخرجه؟ هذه فرصة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا فاضل، إن الله عز وجل ذكره لا يعجل لعجلة العباد. العباد مستعجلون، الله عز وجل مو مستعجل. الله عز وجل له حكمة في هذا الكون، في هذا الخلق، يمضي حكمته، الناس مستعجلون فليكونوا. لا يعجل لعجلة العباد. الكلمة التالية عجيبة جدا: ولا إزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله. في بعض المصادر: أي أهون من إزالة، ولا إزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله. انتظر، اصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تبرح الأرض يا فاضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. يقولها ثلاثا وهو من المحتوم. هذا شيء محتوم، علامة محتومة. عند ذلك القضية تكون واضحة جدا، الناس لا ينحرفون. أما الآن امشي من هنا، امشي من هناك، لا. حديث آخر، حديث صعب، فليكن صعبا، ولكن هذا واقع. حديث موثق عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، قال في مقطع من الحديث الشريف: كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين؟ شراح الروايات الشريفة يقولون المقصود من المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام. كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين فيأرز أو يأرز أو يأرز، كلها صحيحة، فيأرز العلم كما تأرز الحية في جحرها. العلم يذهب. بعض هذه العلامات لعلنا نقول أنها قد حدثت. واختلفت الشيعة، صعب، نعم صعب، فليكن، هذا واقع. واختلفت الشيعة وسمى بعضهم بعضا كذابين، وتفل بعضهم في وجوه بعض. قلت: جعلت فداك، ما عند ذلك من خير. إذا حدث هكذا شيء خلص، ما عند ذلك من خير. فقال عليه الصلاة والسلام لي: الخير كله عند ذلك، الخير كله عند ذلك، الخير كله عند ذلك. يقوله ثلاثا. نعم، عند ذلك انتظر الخير، عند ذلك انتظر الفرج. تحدث هذه الأمور فلتحدث، حوادث مؤلمة فلتكون، الحرمات تنتهك. هذا الواقع، واقع الدنيا هكذا، هذا واقع البشر. يصلون إلى هذا المستوى، عند ذلك يعرفون الناس
قيمة ذلك النور الذي الله سبحانه وتعالى احتفظ به ليوم خلاص الناس، ليس فقط ليوم خلاص الناس. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذا الأساس، سيكون طالبا بدم المقتول مظلوما صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي الآية المباركة التي يقرأها جبرائيل وينادي بها جبرائيل عندما يريد أن يبايع الإمام، وهو أول من يبايعه. أتى أمر الله، آية عجيبة، هذا شيء مستقبلي. لماذا الله عز وجل يقول أتى؟ أتى فعل ماضي، يلزم أن يكون الكلمة تكون يأتي أمر الله. لماذا أتى؟ الله عز وجل في القرآن، هذه آية قرآنية، أتى أمر الله، شيء مستقبلي. المستقبل المحقق الوقوع يعبر عنه بالفعل الماضي. عندما تذكر شيئا مستقبليا وتريد أن تقول أن هذا الشيء حتمي حتمي، أحيانا تأتي بالفعل الماضي في القرآن الكريم، ونفخ في الصور. نفخ، هذا شيء مستقبلي. لماذا نفخ؟ نفخ كلمة فعل ماضي، يعني سينفخ حتما. قال أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى فعل ماضي. لماذا الله عز وجل يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف؟ هذه كلها أمور مستقبلية، ولكن المستقبل المحقق الوقوع، المستقبل الذي حتما سيقع، أحيانا يؤتى بالفعل الماضي له. هذا شيء محتم، الله عز وجل يقول حتما سيأتي هذا اليوم، ولذا يقول أتى أمر الله. العذاب على الكافرين، العذاب على الأعداء، العذاب على الظلمة، الرحمة للمؤمنين. يسير بسيرة جديه ويسير بسيرته الخاصة، هو على طريق رسول الله وعلى طريق أمير المؤمنين كما ورد في الرواية الشريفة، وله طريقته الخاصة ليحقق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. علينا أداء الواجب، الواجبات، علينا الانتظار. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الإمام العظيم، ببركات هذا الإمام الكريم، بمقامه عند الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحقه وبحق آبائه الطاهرين لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمين